السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتي التعليمية. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على خطة الاستعداد الجيد لمباراة التعليم إن شاء الله لهذا الموسم 2021-2022 إن شاء الله. يعني في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نوضح بعض خطوات أو طريقة الاستعداد والمراجعة لمباراة التعليم إن شاء الله، وهذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون مفيد جدا للاخوه يعني اللي غادي يخوضوا هذه المباراه لاول مره، يعني ومازال ما عندهمش واحد الفكره على طريقه المراجعه او المواد التي يجب مراجعتها استعدادا لهذه المباراه. اذا سوف نرى ان شاء الله خمسه نقاط اساسيه في هذا الفيديو ان شاء الله. النقطه الاولى يعني الاشياء اللي غادي نعتمدوها في المراجعه ديالنا، اولا خاصنا نديروا واحد الاطلاله على المرجعيات التي يقوم عليها نظام التربيه والتكوين في المغرب، يعني المرجعيات اللي كيقوم عليها نظام التربيه والتكوين في المغرب، يعني اي اصلاح كيعتمد اساسا على هاد النقاط اللي غادي نشوفوها الان. اولا الميثاق الوطني الذي صدر في سنة 1999، ايضا الكتاب الابيض الذي صدر في سنة 2002، ايضا المخطط الاستعجالي الممتد من 2009 الى 2012، ايضا الرؤية الاستراتيجية لسنة 2015-2030، اضافة الى القانون الاطار. يعني هذه أول نقطة أساسية خاصنا نعتمد عليها ونراجعها ونكونوا أو نكتبوا واحد الملخص مهم على هاد النقط هذه، على الميثاق الوطني، على الكتاب الأبيض، على المخطط الاستعجالي، على الرؤية الاستراتيجية، وعلى القانون الإطار. يعني كل واحد فهم هادو نشوف واحد الملخص مركز عليه، على الميثاق الوطني اشنا هي المضامين اللي جات في هذا الميثاق، اشنا هي النقط الاساسيه اللي كيتكلم عليها هذا الميثاق، ايضا الكتاب الابيض، ايضا المخطط الاستعجالي اشنا هي المستجدات اللي جا بها، الرؤيه الاستراتيجيه حتى هي من المستجدات خاصنا نطلعوا عليها ونعرفوا الافكار التربويه والافكار اللي جات في هذه الرؤيه الاستراتيجيه، ايضا القانون الاطار. قانون الإطار كل المستجدات الآنية فهي موجودة في هذا القانون الإطار، هذا حتى هو ضروري خصنا نراجعوه. إذن هذه النقطة الأساسية الأولى. نجيو للنقطة الثانية اللي هي البيداغوجيات. البيداغوجيات هناك مجموعة من البيداغوجيات، خصنا نشوفوا البيداغوجيات اللي كاينه في المدرسة المغربية، اللي المعتمدة في المدرسة المغربية، المصدر تاع البيداغوجيات، يعني طريقة التوظيف أو الاستعمال ديالها داخل الفصل. كمثال بيداغوجية حل المشكلات، بيداغوجية التعاقد، بيداغوجية الإدماج، بيداغوجية الخطأ، بيداغوجية اللعب، بيداغوجية المشروع. نشوفوا أهم البيداغوجيات المستعملة في المدرسة المغربية ونحاولوا نبحثوا عليها ونفهموها مزيان ونكونوا عليها ملخصات مركزة. إذا شفنا النقطة الأولى، النقطة الثانية، غنتقلوا للنقطة الثالثة. إذا بالنسبة للنقطة الثالثة وهي الديداكتيك. الديداكتيك كنعني به طريقة التدريس، يعني طريقة تدريس المواد، كل مادة عندها واحد الطريقة تاع التدريس مختلفة. هاد الديداكتيك نحاول نرجعو فيه التخطيط، يعني المعنى او التعريف ديال التخطيط، الانواع ديال التخطيط، وبعض النماذج ديال التخطيط، يعني تخطيط لبعض الدروس. اي درس كنخططو ليه كندير له واحد الخطه لتدبير هذا الدرس. غادي نشوف مثلا نموذج ديال التخطيط لدرس في القراءه، في الرياضيات، الفرنسيه، واللي كتكون على شكل جدادة أو عبارة عن توازيع مثلا سنوية. ثانيا التدبير. التدبير يعني تدبير هذا الدرس، كيف يدبر هذا الدرس. كل درس عنده مراحل معينة وعنده توقيت
زمني معين. غنراجعوا او نبحثوا على التعريف ديال التدبير، الانواع ديال التدبير، وبعض النماذج، يعني النماذج ديال كيف تدبر بعض الدروس مثلا. ايضا التقويم، نفس الشيء، التعريف ديال التقويم والانواع ديالو وبعض النماذج ديال التقويم. رابعا نحاولوا نراجعوا الحياه المدرسيه. الحياه المدرسيه واحد المفهوم شاسع، في مجموعه من الاشياء اللي خصنا نتعرفوا عليها، مثلا كمجالس المؤسسه، مثلا كتقنيه التنشيط، مثلا الشركاء ديال المؤسسه، مثلا جمعيه التعاون المدرسي شكون هي، جمعيه الاباء، جمعيه دعم مدرسه النجاح، يعني مجموعه من الاشياء اللي كتعلق بالحياه المدرسيه خصنا نتعرفوا عليها. ايضا غادي نجيو للمستجدات التربويه. المستجدات التربويه يعني هي الاشياء اللي مثلا ظهرت في هذه السنه هذه ولا السنتين الماضيتين. نعطيو مثال، هذه السنه هذه كان مثلا التعليم بالتناوب، كان التعليم عن بعد. ايضا نعرفوا مثلا الموارد الرقميه. الموارد الرقميه اللي هي من المصطلحات او من المستجدات التربويه اللي كتعتمد على الوزاره بزاف وكتكلم عليها بزاف، مجموعه من الاشياء. ايضا مشروع الامه الواحده، مثلا في المستوى الخامس والسادس هذه السنه كان مشروع الواحده من المستجدات الدراسيه. ايضا التربيه الدامجه، كتعني التربيه الدامجه، وبزاف ديال الاشياء اللي كتدخل في المستجدات التربويه. اذا هذه غير بعض النقاط الاساسيه اللي كتوضح يعني الرؤيه، والواحد وكترسم واحد الطريق اللي هو يمكن يسلكه اي مترشح مقبل على المباراة التعليم، ويمكن تفيدكم، وبخصوصا الإخوة اللي غادي يخوضوا هذه المباراة لأول مرة. وكنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وما تنسوش تدعموا القناة ديالنا والاشتراك ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.